بالخير يا مرحبا الله ومسهلا. والله اني مشتاق لكم ومشتاق للرياض. شيئين، الرياض وانتم. الحين متجه ان شاء الله الى تركيا، ومن تركيا ان شاء الله من مطار طرابزون الى مطار الرياض باذن اللي ما تنام عينه، وقولوا امين. جعل الله يجعل ذا البلد امن يا رب العالمين. والله اني مشتاق للرياض شوق ما عقبه شوق. الله يوصلنا ان شاء الله بالسلامه. رايحين المطار على سياره دركسون حقها يمين، وانا بركب يسار. يا ما شاء الله تبارك الله، تحس بشعور غريب مرة. شوف ما شاء الله يا الهوندا، ما شاء الله تبارك الله. أول شيء أدروني، ثاني شيء كان عندي شغل في الأيام الماضية، وفوق هذا كله قاعد أصحى متأخر، يعني ما أفضل يمكن بعد العشاء. فأقول أبغى أصور، أقول لا خلني أروح أرقد ولا أتابع لي فيلم قبل أرقد، شيء زي كذا. فلكن الحمد لله رب العالمين، خلصت أموري، خلصت كل حاجة، والحين طالعين إن شاء الله من جورجيا إلى تركيا، ومن تركيا الى الرياض يا رب العالمين. خلاص راجع لكم. افا عيالي يقولون الرياض حار. والله يقولون حار يا زين، حر. اي والله يا زين ويا زين حر، قسما بالله العظيم اني مشتاق للرياض والله من خاطري. هذا سؤال زين، يقول المرسيدس وش صار عليها؟ بنزل لكم صور بعد شوي في المحل في الامارات. المرسيدس عليها لمسات بسيطه ان شاء الله وتخلص، قيل اسبوع وتخلص. اسبوع وانا رايح ان شاء الله الامارات، وصوره لكم كامله باذن الله. ابشركم الحمد لله وصلنا الى المنفذ البري. اذا قطعنا المنفذ بيقطع النت عندي، لكن ابشركم عندي السم كارد حق تركيا الحمد لله رب العالمين. فعلى طول ببدل، اذا ما بدل تشوفوني راجع لكم على طول ان شاء الله. انا نفسي افهم بس ايش في نفسك ايش في؟ ايش ابي؟ ايش تبي؟ ايش دخلك فيه انت؟ خذ شنطتك وامش، هذا نظام اوروبا كلها، لا تطالب احد، امش. يلا ابو خالد. اهلا بكم على متن طائرة السعودية. استعدادا للاقلاع، المرجو التاكد من ان تكون احزمة المقاعد مربوطة. خازوك رقم 100. علشان تفهمون ليش احنا مستعجلين، باقي على الطيران تقريبا 7 ساعات. اوكي الحين 7 ساعات، لكن بعد شوي بتقل بزياده. ليش؟ لان في اختلاف الوقت. ثاني شيء صحينا متاخر، المفروض طالعين من الصباح، الحين الساعه 1 الظهر من الساعه 12. اقول الله يوصلنا ان شاء الله بالسلامه وان شاء الله نلحق، لان الصدق مالي خاطر اجل الساعه زياده، ابي الرياض. والمصيبه اللي نسيت اقول لكم اياها، ان من هنا الين المطار 4 ساعات ونص. يلا الله يوصلنا ان شاء الله بالسلامه، يا رب نلحق. يا الله والله العظيم مو فاضطه. تخيل وصلنا الحين تركيا، تمام خلاص وصلنا ماشي. يوم وصلنا اسال ابو خالد، اقول وين السواق؟ لانه هو اللي متفق معه، قال تعال الساعه 12. يا الله لا تقهرني، يعني عسى ذا الوقت كله بتكي برا. ايش عندك يا الله؟ طب حنا ما عندنا وقت ابو خالد، الاخلاق من درب الاخلاق، انا ما عندي وقت اكثر منك، لا تكفلها قول. دام ان اخوينا مطول ولا ندري وين السواق، والسواق اصلا ما قاعد يرد، والله يستر ان شاء الله ان نلحق على الطياره ذي. بروح البقاله هناك واخذ لي مشاريب، اخذ لي شيء، على بالي ان شاء الله يجي ذا السواق، الله يستر بس. الله العظيم البقاله ما فيها شيء، يعني في براد بس جبن. طب وين البيبسي؟ وين الترتيب؟ وين المويه؟ وين ويرز واتر؟ واتر شوف ولا ما اعطيني وجه. واتر ويرز ذا واتر؟ ويرز واتر برا. انا اقول وين؟ هذه هي تصدق؟ والله ما شفتها. يلا زين، هذه البرادات. الاحظ كلابهم عندهم شيء في اذنهم، كلهم زي كذا، ما ادري هذا وش، تطعيم ما ادري ايش هذا بالضبط، ما ادري بس علموني. ابدا ما احب مشروبات الطاقه، بس ما ادري ايش اللي خلاني اخذ ذا، ما ادري والله ما ادري. ما شاء الله يا اغراضهم، ما شاء الله. ايش فيكم؟ اجلسوا طيب هنا في الكراسي ذي، اجلسوا امك جالسين هنا. ها والله يا ليت اني عندي يد ثالثه عايز عشان اقدر اشيلها، واحد اصور منها واحد ايش. ها لا 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 مو بكل، انا حبيبي نفسي نفس الرجال ذا، كل شيء يفكر في نفسه ويبينا نفكر فيه. والله ما افكر فيك من يوم رايح.
والله من اليوم رايح سويت عقب مين اللي يفكر في نفسه علي يقول لي بروح اصحي طيب شوي لو بالسياره سحب علي اطلعك محادثه الحين نفسي نفسي انت نفسي نفسي انت ما يهمك الا نفسك في الغرفه ايش قلت لي قلت هذا كسر جواله نايم لو اكلمك كنت نايم ما راح تدري صاحي تقولي كسر نايم تروشت وخلاص طب خالد انت اللي يحكم انت اللي يحكم مين اللي نفسي نفسي والله هو صح انا مو بنت ابدا اكيد مو بنا خلاص مو بنت انا عندي دلائل وبراهين انت وين دلائلك وين دلائلك انت وين دلائلك خونه وتعرفون من وين دلائلك انت دلائلك وينها وين دلائلك وين دلائلك قفل سنابتك الخايسه قفلها اكيد انضغط لانه في ريشه في راسه اكيد البشاره خلاص ركبنا السياره الحمد لله هذا شيء ضمننا الحين نبغى نتغدى ونبغى نتوجه للمطار باسرع وقت تدري يا ابو خالد انك احلى واحد في السفره يا بعد عيني والله اكلمك جد من بعدك يا بابا هذا اخر يوم رجال على جوي وعلى جو الناس على جو الجروب واموره طيبه وكل شيء تمام الحمد لله اللهم لك الحمد يلي 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 ثقيل طينه ما بي ثقيل وزن ده اليوم ما بي ابي خلص يا الله ابي انا ليش مشتاق للرياض انا ليش مشتاق للرياض عيد عيد اه بس اه يا الله والله ان ذا اللي يفهم الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه قهوه الله يرحم والديك شاي احلى شيء نفسي نفسي ما يمدها للناس نفسي نفسي ما يمدها لاحد نفسي نفسي استغفر الله العظيم يعني ابو خالد يصير الرجال يصب ولا يمد لك اكبر منه و يعني كلمتك اي كلمه وش دخلها انا ايش دخلني فيه هو الحين انت بينك وبينه تصافح انك تلعن منه انت تصفع منه ايه طب اسمعني يقول لا اله الا الله صحيح ان السفره معه تقصر العمر تدبل السبت وتدبل الكبت وتعل الخاطر يا ولد يا كثر ما داور فينا عاد بيروح بعين الحسا هذا البلاء انا بجلس في الرياض بفتك هذا البلاء بفتك منكم اثنين كبار اركب قدام عساعد ولا تهرجني ولا هرجك ولا انا اسوق والكبار والوعد استراح انزلك ولا شو ولا قدام رجع بالذلي ما يبدأ لك ما دليتك والله تحتمر كموت ترى رجعت الموت الآن عندي مطار وتحتمر نفسي نفسي يقول. نفسي نفسي أنا أعطيك نصيحة عشق موتركم شو ما خليه كان عنده القاعدة من عندي أنا يركب معزز مكرر وحني الردي فطارك معليش والله نفسي شلونكم أنتم نفسي نفسي أنت ها؟ خليك صريح خليك صريح خلاص دامني نفسي نفسي وصل لا نطلع معك خلوني والله ابو حمد في راحه والله عزوز حمد سبيس والله انا في راحه طب انا بقول لك شيء طب انا بقول لك شيء انا جرح لك الشمال انا بقول لك شيء وجالس الحسا ولا سافر مع والله انه مرتاح نفسيا مرتاح طب انا بقول لك شيء انا اللي رفع ضغطي بنفسي انا طب انا بقول لك شيء انا اللي قطعت اسالني اسالني ليش اطلع معك تكفى ما ابي لا اعرف ابغاك تعرف السبب اعرف السبب ما بيعرف لا اعرف السبب ما بيعرف لا تطلع معي تكفى قل السبب ما بي قل وش السبب وش السبب عيونك زرقاء شوف صرف عيونك زرقاء نكشخ فيك صرح. نكشخ فيك اي نكشخ وانت ما غير تسب فيك كل ما دخلنا صرصيق هذا تركي انت تركي لا يا ابن يتكلموا مع تركي من جماعاتنا يا الربع تركي يا من جماعاتنا يا الربع طيب لا جيت تسافر يا مر الشحم ها ركب قاعد زاد زرق ولا دي عسليه طيب وطارق صدق الحين عندي شيء صدق الناس يبغون يتاكدون اذا انت سعودي ولا لا عطني جواز كورنيا لأن صراحة ما شاء الله تبارك الله ترى أنت الوحيد اللي مسوي هولة والله ما حد درى عني ترى أقسم بالله طب ورني خلني أشوف لا 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 يقول لا حد درى عني حق صورة بس نار حق الزبراني يقول هذا سوري قلنا لا يا ولد من عندنا الناس يقولون سوري ناس يقولون لبناني ناس يقولون تركي ناس يقولون جورجي ناس يقولون وين جوازك تكفى وين جوازك أنا طالبك يا أبو طارق حرام حرام أشوفه جبه جبه طيب جبه يمكن حقي إذا اشتراهم عادي صورت الرقم الجواز؟ لا لا وين الورقة؟ أنا في البداية افتح لنا وجهه بس وجهه وجهه تك شلون أغطي؟ ما عندي أغطي وكيتك وأخر يدك ها شفتوا؟ هذا وجهه هلا أنا عندي سؤال أبو طارق الحين أمي هي أخت جدتك صح؟ يعني أنت تسمي أمي أخت جدتي لا تسميها خالص تسميها بس اخت جدتك هي خالته اخت جدته خالته ابوه خالته وجدك هو جدي صح ايه. وخوالنا خوال بعض ايه. الا العمام انا خوالك عمامي وخوالي في نفس الوقت يعني ما في اكثر من جهه انا ليش ما جات عيوني زرقاء
توارف من جدي عبد اللطيف الله يرحمه. جدي عيونه رصاصية ذاك. عيونه بس ما انت ورثت الخشن. خدت منه الاشياء الكويسة ما شاء الله. والله يا الربع ما ادري ليش انا طالع اسود في اسود. وصلنا لحدود التركية الجورجية بنعديها مشي نفس كل مرة، بعدها في سواق انتظرنا في الضفة التركية بإذن الله.